السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة شير شير، لأنه البلاغات، لأنه القحاطة شغالين، قحاطة شغالين في الصفحة دي، وأنا بكفيهم. أنا لي 4 5 سنة شغال قصادهم براي، بكفيهم والله يكفيهم، جت عليهم. عشان كده بنقول لك شير 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 عشان يصلنا الصوت. أول حاجة دايرين نرفع القبعة لبحري. بحر الليلة يا جماعة، الناس احتمال ما داري أو ما عارفة، لكن بحري كان فيها شغل سمح، بحري كان فيها شغل كبير جدا جدا، وللآن الآن الآن أنا بتكلم معاك بحري شغالة شغل رهيب والله العظيم. وانسى تنبول، وانسى شرق الجزيرة، وانسى سنجة، وانسى بحري، بحري شغالة. يعني الناس اللي بيقول لك بحري ما فيه، وناس بحري راجعين، وناس بحري ما عارفين، لكن أنا بطمنك، بس بقول لك بحري شغالة. بحري حققت انتصارات كبيرة جدا جدا، استلمت أسرة، جغمت كميات من الجنجويد، استلمت مناطق، عملت أي حاجة والله العظيم. يعني احنا بوين منتبهين بهناك، جينا ناس بحري زين، وين ما عارفين نونزاتهم وين الآن. حكاية ورواية وقصة، فقدنا شهيد وتاني مصاب بمسيرة، لكن حققنا انتصارات كبيرة جدا جدا، واستلمنا مناطق كبيرة جدا 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 جدا، وانتصار ساحق. استلمنا أسرى من داخل البيوت، استلمنا ملاقيط، استلمنا جرابيع، استلمنا خنايل، استلمنا رمم، استلمنا أولاد ضيفان من داخل البيوت. انتصار كبير جدا 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 جدا. لكن تعليمات من سعادته ياسر العطا، ممنوع التصوير، ممنوع التصوير، ومتشددين في ألي فحمد، ممنوع من عباد. لا تقول لي رسلوا لي صاحبي ضابط، ولا رسلوا لي ممنوع، قالوا رسمي والله اللي بيقول طلع عليه فيديو طوالي بخمشه، لأنه الفيديو ده ممكن يتسبب في استشهاد كمية من ناسنا. عشان كده في تعليمات مشددة، في تعليمات قوية جدا جدا جدا، ممنوع التصوير، كان للجنود، كان للضباط، كان للمواطنين، كان لأي زول، ممنوع التصوير، ممنوع التصوير. كلام ده حقيقة في الميدان، بقى واقع في الميدان. وبنطلب من الناس الداعمين للجيش، حتى لو جابوا لك ضابط، حتى لو جاب ما تنشروا الايامات دي بالذات، والله العظيم ما تنشروا، بتفيد اكثر مما تنشروا. الايامات دي الناس موقفه الفيديوهات ذاتها، بقت تعمل لنا مشاكل، ما قاعد ننشرها. الناس ما تنشر اي فيديوهات بتاع التحركات، حتى لو رسلوا لك زول من الميدان قال لك الان، ما تنشروا، ما تنشروا نهائي، ما تنشروا، لانك انت بتبين انه الناس ده، الناس دي موجودين وين، بتدون الاحداثيات، لانه احنا بلدنا حافظينها. يعني مجرد ما انا شفت الصوره وين، بحدد منطقتها بالضبط وين. عشان كده ما تنشر. شفنا الليله عندنا ناس نتحركوا في شرق الجزيره باتجاه تنبول، طوالي طلع فيديو من هناك من مستنفرين، وما صح. انت بتضر اكتر مما بتنفع. انت جاي تكاتب، حتقتل لك 800 900، تخلوني استشهدوا بسببك. انت دار تصور وترسل، وزول الرسل ونشر، ما صح، ما صح. الناس اتكلمت، ما تنشر فيديوهات من الميدان، ما تنشر فيديوهات من الميدان. لو صور لك بالكاكي اللواء، لو البرهان قاعد في الميدان قال لك انشره، ما تنشره. والله الكلام ده بتاعه في الميدان، قال لك والله انت سبب في موتنا، انت سبب في بتخلي الناس دي يلتفوا ويجونا راجعين تاني.
الناس ديل بيستنونا بيعملوا لنا كمان زي ام السنجا. ام السنجا الناس ماشيه سنجا ماشيه سنجا، عملوا لهم كمينين. الوقت لما قال لك استلمنا سنجا، الوقت ده ولا في اي حاجه، وجهوا الرساله لمنو؟ للجنجويد. الجنجويد استعدوا لجيشنا، عاملين كمينين كمينين كمينين، الان شغالين في تنبول. تنبول مولع نار، نار نار وغيامه للان، هاي مولع نار، وحوالي التنبور نار جهنم. اي فزع متحرك الطيران شغال، المسيرات شغاله، الغيامه قايمه. استلمنا حاجات، استلمنا مناطق، استلمنا حتى انضموا لنا 1300 من الناس اللي كانوا تابعين لكيكل، الليله قدروا طلعوا وقدروا انضموا للجيش وقدروا قاتلوا مع الجيش في مناطق. 1300 بكامل عتاد وكامل سلاح الليله انضموا. يعني في شغل كبير جدا 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 جدا، وفي انتصارات في الميدان، وانتصارات كبيره جدا جدا. يعني ما انتصارات كبيره جدا، والمعارك الشايفه انت شرق الجزيره دي الخاتمه. المعارك الان شرق الجزيره دي الخاتمه. يعني تعالى ما تقول لي في معركه، ما في. انا بقول لك عديل، ما شفت شرق الجزيره الان؟ لانه كلهم بيجوا في شرق الجزيره. كل الجنجويد شرق الجزيره، قوتهم كلها بهناك، كمائنهم بهناك. الان المعركه الفاصله، لو قلت لك 24 ساعه كذاب، 48 ساعه احتمال، لكن بديك 72 ساعه. 72 ساعه باذن الله تسمع الاخبار الطيبه. 72 ساعه تسمع اخبار طيبه من كل المناطق، لانه دي معركه خلاص ما في غيرها. الان 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 مدوره، الان مسيرات في السماء، طيران فوق يتحرك، متحرك منهم، بتعرف انجغم في الطريق، الهلالي انجغم في الطريق، اي حاجه طيران محيد اي حاجه. لكن لسه ما في استلام كامل، ما في الكلام ده، ما في نهايه، ما في نهايه استلام كامل. لكن انتصارات كبيره، دمرنا عربات كميه كبيره، دمرنا قوات حقتهم كميه كبيره، حيدنا غناصين كميه كبيره، قطعنا الامداد من مناطق كثيره. يعني في شغل احتمال اكثر مما اننا، يعني احتمال الانتصارات الحاصله حوالين شرق الجزيره اكثر من احنا نسيطر بس على تنبول فقط. كميه يعني حاجات كثيره ما بتتقال، لكن انا بديك عشان تعرف انك انت منتصر، انت منتهي. الشغل الان ده خراج الروح، ده الشغل خلاص هنا فوق، دي الغرغرة، مهما سووا مهما عملوا انتهوا. الآن الشغل قوي جدا جدا جدا، والله العظيم بقول لك الحقيقة. وتطمينات 72 ساعة، يحصل ما يحصل، الآن القوات حقتنا كميات من محاور متعددة، مستحيل إلا ذول من جوا يصور، مستحيل جنجويد يتكهن بوين جايين ياكلوا. يعني الان انت طالما اداره الجيش انتصر، كبر الله اكبر، الحمد لله، ادعو للجيش، اللهم انصر جيشنا. هانت، قربت، بليناه، بل دي بترهبهم الايامات دي بالذات. كل الناس عارفين عندها مصادر، وكل الناس متواصله، وما في ذول، كل الناس. لكن في حاجات بتدور ما بتنفع لها. انا الرساله اللي بقولها دي ما حقتي، حقتهم وزعلانين. وفي حاجات بتدور اكثر مما بتصلح الان، اكثر مما بتصلح. خلي الناس تشتغل وانت انتظر منهم للانتصار
وما بعيد، قريب جدا 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 جدا. القوات اللي قاعده في الميدان دي الان كلها بتمثلنا، كلها بتمثلنا بغض النظر عن فيها منه ولا ما فيها منه. احنا عارفين، ما 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 قلنا لك ده خلاص احنا، لكن في ناس عشان ما يفرضوا لك الكيمان وده كده وده كده وده لو حرروا، لا لا ده كلام ما عنده قيمه، ده كلام ما عنده قيمه. في بعدين في قانون وفي حساب. الان القوات في الميدان دي انا ما بقدر اتكلم في ده ولا اخلي، لانه كله واحد. في حاجات احنا ما عارفينها، في تفاصيل احنا ما عارفينها، احنا ما عارفين اي حاجه، احنا ما ملائكه ولا بنعلم ولا استخبارات ولا قاعدين جوا الغرفه بتاعت السيطره والقياده عارفين الحاصل والمحاصيل. احنا علينا ندعم الوحده بتاعت الجيش والجيوش المتقدمه في الصفوف الاماميه اللي بتقاتل، ندعمها بغض النظر عن فيها منو ولا ما فيها منو. عندك مشكله مع زول بيجي الوقت تتحاسب معه، عندك راي في زول بيجي الوقت تتحاسب معه، في زول في نظرك عندك القانون يتحاسب معه، من حقك ومن حقنا كلنا. لكن الان ندعم جيشنا بكامله. الليله في شغل حصل، تم شغل كبير في مناطق كثيره، في غرف كثيره شرق الجزيره. استلمنا مناطق كثيره واستلمنا ارتكازات كميه ودمرنا لهم عتاد كميه ومسحنا بون الارض وبدناهم ابادات جماعيه في مناطق ابدناهم عديل ابادات جماعيه. ابادات لو جيت شفتها هنا عشان تعرفوا ما بتعرفوا دمه، لانه مسحنا ابدنا، تعرف اللي ابدناه يعني الملامح بتاعته غيرناه. الشغل ده كله كان تام الليله، كان في شغل سمح، كان في شغل ممتع، كان في شغل جميل بين تنبول وبين بحري وبين سنجا. سنجا قفل واحتفل. خلاصة الكلام الآن سنجا قفل وحامز دمروا لون كمية، وفي ناس جو من سنجا سلموا جيعانين ما عندهم حق الأكل. والله الواحد ما قادر يقف على حيله لما قاعد في الواقع، جيعانين وما عندهم أكل وما عندهم علاج وما عندهم هنا وما عندهم أي حاجة. يعني سنجا ما زالت بتاعت وقت، حالتهم ما عندهم أي حاجة. جو ناس من هناك بيطلعوا اثنين ثلاثة، اثنين ثلاثة، تاتشر تاتشرين، نفر نفرين، بيجوا بسلموا، سلموا كميات منهم، طلعوا من سنجا حالتهم مزرية. استلمون وودوهم طوالي بعيد. خلاص دي الخواتيم دي بنساعد انها تنتهي بشنو؟ باننا نحن نقف مع جيشنا، ووقفتنا مع جيشنا نمنع النشر. انا اديك حاجه، يوم ذاك الموضوع بتاع كيكه اللي احنا تكلمنا فيه كثير جدا وقلنا مفروض ما ينشروا لحد ما يتم التسليم ويتم ويستلموا ناس سفيان وكده، لكن في ناس استعجلت نشرت بالفيديوهات. النشر بالفيديوهات ده اخلى الدعامه يمشوا هناك ويسرعوا ويستلموا سفيان والمعاون. النشر ضره، يعني ما حاجه زي دي المفروض ما تتنشر ولا في دول ينشرها نهائي. يا اخو والله العظيم عارفينك دار تفرحنا وعارفين ومقدرين وكلنا والله العظيم وبنفرح، واحنا لو لقينا حاجه زيك والله بنطير، لكن كترت الدك في الراس ده خلى الناس توعى، كترت الكلام من الناس ديل وعى الناس خلوهم يفهموا انه يا جماعه الان ما ننشر الفيديوهات دي، بقينا ما بننشرها نهائي الا فيديو بتاع قائد في منطقه بعد يومين ثلاثه يتنشر، لكن فيديو في الميدان بتاع ناس ماشيين متحرك والله ما بننشره نهائي، ما بننشره. ولا بنقول الان في معركه في الحته الفلانيه كنا، ولا نهائي. ولو ما الان الناس كاتبه انه سنجا كامله الجيش جوا وكده، ولا بنقول لك سنجا مدوره. الناس اللي قالوا سنجا كامله ايسي الجيش كان حوالينا، لكن لسه الناس زيلك التفوا حوالينه. كل المعركه بتاعتنا الان في تنبول، لما انت بتقول انه تنبول كامله هنا الناس دي رجعوا
ودخلوا ب 500، عندهم بهنا في ودراوة، عندهم بهنا في شرق النيل، عندهم بهنا في رفاعة، عندهم في الحصحيصة، عندهم في مدن. الناس دي عرفت، كل الناس دي جات. الناس لو عملت نفسها ما سامعة وما شايفة، ننتظر كلنا بعدين يطلعوا يعلوا لنا، عشان ما يخطوا اللوم فينا، يقولوا نحن قلنا واحنا سوينا واحنا عملنا واحنا فعلنا واحنا تركنا. الصور قالوا صور، الناس توقف، قالوا الفيديوهات توقف، قالوا مولانا نذكرها، نقعد نشتغل نبس في القحاطة، نقضيها نبس، نمشيها نبس في القحاطة، في شنو غير القحاطة؟ نجيبهم بلو نمر الله يغفر لك، نطلع ميتين القحاطة نقعد ناكل فيه، نقعد نمشيها في القحاطة. يعني ليه الانتصار بحري ده ما في دول؟ ليه؟ لأنه تعليمات، تعليمات قسما بالله، تعليمات والله، تعليمات. واي زول بيقوم خالف الرج طوال جوا والله العظيم. ليه؟ لانه خطر جدا على الناس الان في الميدان، خطر، في تقدمات، طيران شغال، في امور طيبه، في وضع مثالي ما شاء الله، دي الانفاس الاخيره. الان بنأسس في دوله، الان بنأسس في دوله، خلاص انتصرنا وبدينا نأسس في الدولة، الآن بنبني في الدولة، نخوض لنا في حاجة. عندنا دولة الآن، عندنا وزير إعلام بحجم وطن، وحقنا العسر حقنا والله، ما والله العظيم ما كنا دايرين انه يرضى يمشي وزير. ليه؟ لأنه حيترك فراغ هناك في الإعلام الحر، تاني كلامه مغير، مع انه احنا حابين انه يكون في زول قوي، وفي زول بيمثل الشعب السوداني، وفي زول محبوب للشعب السوداني ودايره الشعب السوداني، دي برادي نقله، لكن حيشكل لنا مشكله هنا فراغ، لانه كان طالع في القنوات الفضائيه كلها بهل القحاطه، كان بيدافع، كان بيقول اي كلام داري يقوله في اي وقت. الان كلامه اللي بيقوله محدد، يعني ما تزعل منه تقول والله اللي عيسير ما طلع قال لي زي زمانك، ما نقدر، لانه الان بيتكلم بتوازن، الان هو بيمثل حكومه، بيمثل مجلس سياده، بيقول الكلام دارين يوصلوه، اللهجه اللي كان بيقولها دي ما بتسمع تاني، الكلام الفات ده ما بتسمعه، عشان ما تزعل منه من ناس كتير تقول والله يتغير ومسك، لا لا، احنا ما قلنا ليه؟ قلنا عشان كده المفروض ما يقبل، لكن طالما الدوله محتاجه ليه؟ ما هو مشكله، خلاص ده تأسيس الدولة. الآن ده واحد منك، ده واحد أنت منك، بيمثلك ولا ما بيمثلك؟ بيمثلك. اللي عسر بيمثلك وبيمثلني وبيمثل كل من قال جيش واحد شعب واحد. بيمثلنا كلنا. الآن بقى وينه في الإعلام؟ علي يوسف. علي يوسف ده منو؟ علي يوسف ده الكفاءة كلها. علي يوسف ده الوطنية كلها، الرجالة كلها. علي يوسف عمره ما كان طبال، وزير الخارجية ده والله عمره ما، مكانة محفوظة عنده، مكانة محفوظة عنده، إسهامات كثيرة من زمن البترول، وكان سبب في استخراج البترول والتفاهمات اللي كانت مع الصين، زول معروف وزول وضعه ممتاز جدا وأخلاقه ما شاء الله وموسوعة، وزول مصادم وعنده كاريزما بتاعت غاية، بتاعت وزير، بتاعت اشتغل كثير جدا جدا، وزول اكاديمي بحت، يعني ما عنده انتماء حزبي، اكاديمي بحت، الرجل المناسب في المكان المناسب، مع انه الكفات ما كان مقصر، لكن احتمال المرحله، مرحله بتاعت تجديد، ومرحله بتاعت تغيير، ومرحله بتاعت حاجات، لانه علي يوسف ده اعلى من الكفات في الدرجه، عشان كده الآن الدولة في التأسيس، حتى الوزير بتاع التجارة ده كويس، وزير كلهم ما شاء الله تبارك الله، زنبير كويس كويس، يعني ما في حاجة، الدولة ماشية تتأسس. ده شنو معناته الانتصار؟ خلاص الانتصار دي ما زالت بتاعت وقت، ما زالت بتاعت حاجات، ساعات، أيام، أسابيع، شهر، خلاص القصة ماشية، الدولة الآن ماشية تقوى،
ماشية تبوة جيشك قوة، عتاد ما شاء الله، جنود ما شاء الله، احتياطي ما شاء الله، العالم كله أدان. أدان لك قبل أيام المجازر اللي حصلت شرق الجزيرة غرب الجزيرة، أدانوا لك كلها شرق الجزيرة. ده كان ما في الكلام ده، الآن في. الليلة سمعنا الرئيس السيسي قال شنو؟ قال كلام واضح وصريح، يعني ما في في خلاص في قرار، احنا ماشيين خلاص للخواتيم. ما تسمع حمدوك مشى ودجع قعد وسيلي قعد وماشيين دبي وماشيين، ما في زول بيعمل حاجه قحاطي. ده موضوع قفل واحتفل، ده موضوع خلاص، ده موضوع كمل. بابح خلاص، باب تعرف بابح خلاص، بابح تاني ما في قصه، انتهت كتاب وصفحات اتقفلت ولا دارين نفتحها تاني، انتهت. عشان كذا الانتصار جاء والبلد ماشي تقوى وماشي لقدام. الموقف جبريل قال حاجة مهمة، قال لك أنا مشيت عملت مؤتمر في أمريكا، قال لك ما لقيت هتافات ضدي زي القحاطة. يعني شوف، يعني بس عبر لك عن الحاصل، جبريل مشى عنده ندوة، مشى عملها، استقبلوا بكل صفقة واحترام وقعدوا سمعوا وقاموا مع السلامة. ما في زول صور ولا في زول هتف ولا في زول قال ولا في زول يتكلم ولا فلا. برهان لما مشى الأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ رئيس بتاع دولة يجي داخل يصفقوا لي، الناس بتمشي المناطق دي عشان تشتم وعشان تندد وعشان تغضب، لأول مرة لأول مرة صف بتاع سودانيين حداني مداني صفق للبرهان هو داخل وصفق للبرهان هو طالع. القحاطة قبل يومين الدنيا كلها ساكاهم، للآن جاريين، للآن العالم أعمى ما بيشوف، ما عارف، عارف عارف الشعب السوداني داير شنو. القحاطة مشوا وقفوا، يعني تجيب الشغيلة هنا البرهان داخل وشغل القحاطة في المؤتمر بتاع بريطانيا، بس شغ ولا تتكلم، بس شغيلة. فرق ولا ما فرق؟ فرق، فرق السما للواطن. يعني دي ما دار لا غلاط ودار لا ونحنا ومناطق عام. فرق شغل هنا، في زول طالب البرهان قال ليه احنا وقفها، في مواطن قال للبرهان حرام عليك، في مواطن قال للبرهان لا لا لا، في ما في. طيب القحاطة ليه الناس بتعاملهم كده؟ ليه ما حتى ركبون عربية الشرطة ليه؟ ليه؟ لأنه انتهوا خلاص، انتهوا القحاط، انتهى. الآن بيعملوا في مؤتمر، بيخططوا لمؤتمر وين؟ داخل الدويلة، دارين يضيفوا له منه، دارين يضيفوا له أردول، دارين يضيفوا له مبارك الفاضل، واحتمال يكون عثمان مرغني، دارين يطعموا القحاطة ببعض. أنا بقول للناس للآن يعني عاملين عصا نايمة وعصا قايمة، أنا بتمنى من ربي الخلقني ده أنكم تمشوا الدويلة، لأنكم شبهكم هناك، كان مبارك الفاضل ولا مبارك أردول ولا عثمان مرغني ولا الرمم العصا نايمه وعصا. نتمنى تمشوا تلحقوهم في المؤتمر اللي بيعملوه ده عشان نرتاح منكم، نتمنى تكونوا قاعدين فيه عشان ما تجونا لما ننتصر واحنا عارفين الجيش بينتصر، ولما يمسكوا تحصل حاجه تقولوا لازم السلام، مما الجيش ينتصر تقولوا احنا عارفين وقلنا انه الجيش والجيش بقى قوي، مما تحصل لنا حاجه تقولوا والله الجيش ما بحقق انتصار. الآن آخر لهم طلقة وخلاص، انتهت وخلصت الحكاية والرواية. عندهم اجتماع في الدويلة، دارين يجتمعوا في الدويلة، دارين يلقطوا الناس وطعموا بناس مبارك أردول بأي زور رخيص بيمش، وبنرتاح منه. ما خس أسمح كلامي، أقسم بالله اللي خير الحرب قدر مطول، العفن بينزل، الوسخ بينزل، الرخيص بينزل، القمامة الله يكرم السامعين بتنزل. ف
فهي الطوله بتاعت الحارس دي مربوطه باسلوب النظافه بتاعت الدوله. احنا لو الدوله نطفت ربنا كان قال لها كوني كانت كانت. لو كانت الحارس دي انتهت بعد شهرين كنا لقينا معانا وسخ كميه. لو بعد سنه للان في وسخ. للان في وسخ. فهسه في مؤتمر في الدوي لو داخل مؤتمر. لانه ما في دوله رضيانه. حيسوقوا الناس ديل حيفرضوا عليهم ان كلابهم الزمانك حيسوقون وانتهت الحدوده. حنرتاح من الوسخ التاريخي والعفن التاريخي وحنرتاح من الرمم وحنرتاح من الصحفيين اشباه الرجال وحنرتاح من السياسيين اشباه الرجال وحنرتاح من الرمم ومن الخنايت ومن الرخيص ومن كل حاجه حنرتاح. الناس الان دي الايام تحت الاحتفالات والايام تحت الوقفه الصحيحه. الايامات دي خلاص الاحتفالات. ما شاء الله تبارك الله شفنا الدين دي رجعت. وقسما بالله السوق رجع احسن من اول واجمل من اول والحياه رجعت زي اللي ما كان في حاجه. الدندر والله العظيم السوق رجع والحياه رجعت والناس والدنيا حلوه والناس حلوه وكانه ما في حاجه. وكل المدن السودانيه حترجع كده ليه؟ لانه الشعب السوداني بيحب الحياه. لانه الشعب السوداني ما بيستسلم. لانه الشعب السوداني ما بيرفع يدينه. لانه الشعب السوداني عارف الحاصل. عشان كده اول ما تتحرر المناطق بتلقى الشعب السوداني رجع والحياه رجعت وكل المدن اديهم درمان. في ناس مشهم درمان ولا مصدقين انه في حريم. والله العظيم فيهم درمان قاعدين ولا بيقول لك والله العظيم كانه ما في حريم. كانه ما في حريم. الان سنجل الاسواق سنار الاسواق ما شاء الله السوكي ما شاء الله الدندر ما شاء الله باقي وين؟ سنجل. وسنجا سويعات سويعات والناس تحتفل بسنجا والناس ترجع سنجا والمواطنين يرجعوا بإذن الله تعالى بحري لأنه الليلة الانتصارات اللي في بحري خلاص أدتنا إحساس أنه بحري بتكون أول الناطغين داخل بحري خلاص بحري دي خلاص يعني ما زال بإذن الله تعالى لأنه المناطق اللي كان فيها مغاومة وفيها غناصين الليلة الحمد لله اشتغلوا فيها شغل وكمية كبيرة منهم دنيا زايلة وحيدوا كمية من الغناصين وحيدوا كمية من العربات بتاعت الجنجويد والوضع ممتاز جدا 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 جدا. عشان كده الأيامات دي دعمك لجيشك وعيك ما تنشر فيديوهات ما تنشر فيديوهات ما تنشر فيديوهات خليها خلي الناس تشتغل وبإذن الله تعالى بإذن الله تعالى ما باقي حاجة 72 ساعة حيكون في انتصارات كبيرة جدا 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 واحتمال قبل ال 72 ساعة لأنه قالوا 72 ساعة 72 ساعة دي بدوك لها كحد أقصى لكن احتمال قبل ال 72 ساعة الناس تفرح وتنبسط عارفين احنا متضايقين وعارفين احنا تعبانين في الجزيرة وعارفين الآن بيطالبوا فيهم بالقروش بيسوقوا مواطن ويمشي يعملوا فدية ويتصلوا بأهله برا والله ده شغالين وعارفين أي حاجة لكن خلاص هانت ربنا أراد إرادة ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى استحمل صبرت كثير باقي القليل باقي القليل بإذن الله تعالى الجيش تشوفوه معاكم في كل الجزيرة يعني لما نخش منطقة ما تقول بداخل كل الجزيرة لأنه الجيش ما في منطقة واحدة الجيش منتشر على نطاق الجزيرة البطانة كلها جيش يعني بخش بأي منطقة بخش بأي منطقة أي مكان بخش بالجيش عشان كده الناس تصبر والناس تدعم جيشها والناس تقيف وبإذن الله تعالى هانت 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 نمشي لحاجة أخيرة حاجة أخيرة المؤتمر المؤتمر الموجود في مصر الآن والحاجة المعمولة دي في مصر طبعا أنا شفت مؤتمر فجأة كده وهنا ما مقتنع
شفت مؤتمرات وفجأة كده وفجأة يقول لك عندنا مؤتمر كده وعندنا لا، ده كله شنو؟ غطاء للغاءات ومساومات تحت تحت. يعني أي مؤتمر يتعاملوا رؤساء ويتلموا فجأة كده دارين يعملوا مؤتمر عشان ما بيقدروا يقولوا احنا ماشيين نتكلم في مشكلة السودان، ولا بيقدروا يقولوا احنا ماشيين نضع حلول، ولا بيقدروا يقولوا احنا ماشيين نعمل مساومات، ولا بيقدروا. بيجوك بشنو؟ بيجوك عندنا مؤتمر الطاقة النظيفة، مؤتمر حلاوة شكلت، مؤتمر هناي، مؤتمر كله بمؤتمر. فالمؤتمر الحاد ظاهره مؤتمر وداخله مساومات ومفاوضات، داخله شنو؟ مساومات ومفاوضات. الشعب السوداني عارف داير شنو، والقيادة المشهد دي عارف الشعب السوداني داير شنو، وعارف الشعب الهو داير شنو. يعني ما عندنا احنا خيارنا واضح وواحد، بل بس ما في حاجة اسمها نقعد عشان نجيب سلام، قاعدة ما في بيجي سلام. ولا الشعب السوداني انه لازم تقيف، لو الحرب دي كانت بين الجيش وبين الدعم السريع وما دخلوا فيها الشعب السوداني، لا سرقوا لا اغتصبوا لا هجروا لا قتلوا لا نهبوا، الجيش هو حر اتخذ القرار وقت ما يتخذه هو حر. 4 سنة ولا 100 سنة نحن حصل دخلنا في الجيش في اتخاذ قرار في سلام ولا غير سلام، لاننا نحن ما طرف فيه، لانه ما طرف فيه. في النهاية التمرد ده كله ما شفنا في بيتنا، ولا شفنا الحركات بتاع دارفور دي جاتنا في بيتنا، ولا شفناهم استباحوا اعراضنا ولا شرفنا. المرة الوحيدة اللي دخلوا فيها الخرطوم اشتروا حاجاتهم بقروشهم، لما جو وقعوا معاهم سلام احنا ما رفضنا ولا قلنا لا، لو ديل ما شعب ولا بيشبهونا، بالعكس ما عندنا دخل، ديل الناس حاربوا الجيش وفي النهاية الجيش هو صاحب القرار. اللي بيفرق هنا في الحروب الطبيعية، الحرب الطبيعية بين الجيوش، لكن الحرب الما طبيعية الما بتنتهي بمكاتب، الحرب ضد الشعوب. الحرب لما تكون ضد الشعوب وما بتكون حرب أخلاقية، لأن الشعب ما شايل سلاح، شعب قاعد في بيته يهجر، تنتهك حرماته، يذلوه، يدوسوه بالجزمة، يغتصبوا حرائره، دي ما بتنتهي بمكاتب. ولا في نسبة 1% لو كل الحروب في العالم بتنتهي بمفاوضات، إلا حربنا نحن الشعب السوداني دي بتنتهي جوا الميدان. هل عجبوا؟ عجبوا، والما عجبوا غصبا عنك وكراعك في راسك عجيبك، لأنه الحرب دي ضدنا نحن. آي الناس اللي اغتصبوا ديل مستحيل يكونوا يوم من الأيام جزء مننا، الناس اللي هجرونا وذلونا ودقوا شيبتنا بسلطان العنت مستحيل يوم من الايام يكونوا جزء مننا. دي ولا فيها نقاش ولا فيها لف دوران ولا فيها كذب، فيها قرار واضح وصريح. انت دار تنتمي لينا كسوداني حبابك كلف، لا اجرمت لا وقفت لا نهبت، والله ما سالينك، شغال معانا فوق في الدوله والله نشيلك فوق الراس، لكن دار تفرض علينا قبيلتك بنبلك 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 وبنبل ميتينك، لا بنجاملك ولا عندنا لك حاجة. دار تفرض علينا وسخك وعفنك ورممك والله نبلك ونبل ميتينك، دار تقعد كمواطن سوداني والله ما في زول يسألك ولا في زول بيتعرض لك، لكن دار تفرض نعسك وتعمل مفت ما فيه. هنا الانتماء للوطن، هنا انتمانا للوطن. الحرب دي ما حرب نحن ممكن نقبل انها تنتهي في غرف ولا في دول تانية، لانه الحاجة اللي حصلت لنا اكبر من الخيال، وما حصل حصلت في حروب، ومستحيل ناس تعمل كلام زي ده. والله في خبر احتمال سمح،
اي في عمليات كبيره جدا جدا تمت في محور الان، عمليات كبيره جدا 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 تمت في محاور كثيره، لكن المحورين الكبار اللي فيهم الان معارك، تمت فيهم معارك كبيره جدا جدا، والان قال لك خناق للنهايه، يعني خنق خنق جد باذن الله للصباح لبعدين نسمع اخبار طيبه من محاور من محاور. المهم الحرب دي بيننا نحن كشعب سوداني، واحنا قلنا كلامنا وقلنا قرارنا، والكلام اللي بنقوله ده ما راي، ما راي، لانه الراي بيقبل يكون صواب يكون خط يكون صحيح، ده قرار بتاع الشعب السوداني، قرار بتاع شعب سوداني، قرار بتاع شعب سوداني. أن الحرب دي لازم تنتهي في الميدان عشان الناس اللي اغتصبوهم ديل يرفعوا راسهم، عشان الناس اللي أذلوهم ديل يرفعوا راسهم. ما في زول في العالم ده كله، العالم خلي الوطن، العالم كله بيقدر يفرض علينا وسخ زي ديل يكونوا جزء من حياتنا، ولا نحن دارين نتعايش مع الشيطان. لو انتوا بتتعايشوا مع الشيطان افرضوا علينا جيبوا لنا الشيطان نتعايش معاه. شيطان ممكن تقدر تقول له بسم الله ينصرف، ولا يؤوده حفظه مجان تلقى ما في تحريك، لكن الملقوط والضيفان ده تمشي بشنو؟ حتى تقول لي نمشي بل ما بعرف كلام، ولا بعرف اخلاق، ولا بعرف شرف، ولا بعرف وطن، ولا بعرف دين، ولا بعرف حرمات، ولا بعرف اي حاجه، بشنو؟ تتفاهم معاه بشنو؟ عشان كده رسالتنا للغايد البرهان، انت عارف كلامنا، وده ما ده قرارنا، وقررنا انه الحرب دي تنتهي في الميدان وجيشنا ينتصر والناس زير، يا نحن ياهو، وده الكلام اللي قلته انت، يا نحن ياهو نهائي، ما في مجال ناس يسكنوا معانا ولا يكونوا جزء مننا، ديل وسخ، ديل عفن، ديل رمم، ديل ما عندهم شرف ولا عندهم دين، ديل حتالة المجتمع، ديل ملاقيط افريقيا، ديل اولاد الضيفان، ديل اولاد الضيفان. عشان كده كلامنا واضح، بل بس ليوم الدين، بل بس ليوم الدين، ما في ولا لكنا لي ولا غير بل بس، ما في حاجة بتجيب البلد دي كلنا، والله بل بس، العجب عجبه والما عجبه بيعجبه، ما في رجع لي ولا، الناس تدعم جيشها، الناس تقف مع جيشها، بإذن الله تعالى الانتصارات والمفاجآت جاية، بإذن الله تعالى الانتصارات والمفاجآت جاية، انتصارات كبيرة جدا جدا في كل المحاور، ما بقول لك محور هنا، لا كل المحاور، كل المحاور بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى قريب جدا 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 جدا. الله يديكم العافية ودي الوطن العافية، ومنتصرين بإذن الله، وبكيفنا، بكيفنا ما بكيف أي رمة. سلام عليكم.